الدكتور جميل صغيب أغمض عيني الإنجازات ورحل. هذه العبارة هي من أجمل ما كتب في رثاء الدكتور صغيب الذي علمنا التحدي وحب الحياة بالرغم من كل الصعاب، وهو من فقد كل حواسه ولم يفقد إحساسه يوما، فقد الكلمات ولم يفقد التعبير يوما. والدكتور صغيب الذي رقد على رجاء القيامة هو طبيب أطفال أصيب قبل 10 سنوات بمرض عصبي خطير هو التصلب الجانبي الضموري، إلا أنه لم يستسلم يوما للمرض وحول انكساره إلى انتصار، إذ استخدم عينيه بواسطة جهاز خاص مكنه من كتابة الكلمات والنطق بها، وبالتالي التواصل مع محيطه ومتابعاً معاينة مرضاه بمساعدة زوجته هالة صغيب. وكان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون قد زار الدكتور صغيب مثنياً على حبه للحياة وتحديه للصعاب برغم مرضه. كما أنشأ الدكتور صغيب بالتعاون مع الإعلامية كارين بوستاني جمعية الـ ALS التي تهتم بالمصابين بمرض التصلب الجانبي الضموري وتلبي حاجاتهم اليومية. وللدكتور صغيب عدد من المؤلفات والكتب كتبها عبر جهازه الخاص الذي رافقه لسنوات عديدة بعد معاناة مع المرض الذي اجتاح جسده منذ 10 سنوات. ها هو ابن كسروان المثابر الذي لم يستسلم، أسلم الروح ورحل. الدكتور جميل صغيب كان يعيش كل لحظة رغم الصعوبة التي كان يواجهها في النطق والابتسامة، فقد تحدى إعاقته وانتصر على الصعوبات واجتاز شوطا كبيرا في مجال الطب وحقق إنجازات كبيرة. الدكتور جميل صغيب أثبت أنه الطبيب المثابر، ومن سيرته ومسيرته نتعلم أن حب الحياة أقوى من صعابها، وأن بين المقاومة والاستسلام اختار الدكتور جميل صغيب اجتياز عقبات الحياة التي تواجهه بأمل وعزيمة.